وسط إجماع سياسي واسع أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة. يأتي تكليف صالح عقب إعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة المقبلة على خلفية عدم تمكنه من الحصول على دعم القوى السياسية لتسلمه منصب رئاسة الوزراء. وقد شهد تكليف الكاظمي حضور العديد من كبار قادة الكتل السياسية على خلاف ما حدث بتكليف الزرفي. وقد أعرب الزرفي في كلمة له عن أسفه لما آل إليه التكليف، موضحا أن اعتذاره يرجع إلى سعيه للحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا. أقدم اعتذاري أولا لكل من وضع ثقته بنا منتظرا منا تحقيق ما يصبو إليه الجميع. لقد حرصت على المضي قدما في تنفيذ مهمة التكليف المناطة بي بشرف كبير ومسؤولية عالية، واضعا أمامي هدفا أساسيا مقدسا هو إنقاذ العراق وعودته إلى المسار الصحيح. بسم الله الرحمن. وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لعدم إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساما في تاريخ العراق. ترحمون سبق. فمنذ استقالة عادل عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي لا تزال حكومته تصرف الأعمال وينتظر العراق ليرى ما سيؤول إليه الوضع، وهل سيلاقي مصير تكليف الكاظمي من سبقوه؟